السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث عن أحد تطبيقات الكمبيوتر فيجن، وبالتحديد عن تطبيق الفوتو ساينث 3D إيمج. طبعا هذا التطبيق في بالحقيقة هو تطبيق عمله الأساسي إنه هو يحلل الصور الرقمية ويولد نموذجا ثلاثي الأبعاد. يعني هو راح ياخذ مجموعة من الصور الرقمية اللي موجودة، كان يكون انه يصور له فد مكان معين، يصور له فد يونيفرسيتي معين، وعلى اساسها ممكن او سكول او اي شيء مجسم، وبالتالي هذه الصور اللي اخذها راح يجمعها بشكل شيء يكون مجسم الى اضلاع معينة وارتفاع وعرض وعمق. فراح ناخذ نظره سريعه جدا عن هذا البرنامج ومكان تنزيله، ونظره عامه وفيديو توضيحي بسيط بشكل سريع راح ناخذه، ومن ثم ان شاء الله نعاود شرح السيمينار والتوبيك الذي تناولناه في هذا السيمينار. وكالتالي هنا عندنا هذا الفيديو الذي يتحدث عن البانوراما واساس عملها. وكالتالي and the thing that you might notice as I rotate is that it's a three-dimensional panorama. The branches in the foreground move with parallax. They move at different speeds from the background. And in fact, even the depth of field changes. You might notice, for example, here, that the tree trunk is a little bit blurry. And as we rotate, it comes into focus. And what's going on here is, in some sense, a solution to the problem of panorama capture, which is that you can see the individual frames, those of those photos as we go, and it creates this. وايضا هنا يوضح لنا انه هو شلون ممكن انه ياخذ مجموعه من الصور من اعلى طائره، صور مجسمه، ويعني للجي بي اس الخاص بالريجن معين، لسيتي معينه، لستريت المنطقه اللي موجوده. بالتالي هذه الصور ممكن انه هو يجمعها وينشئ من خلالها فد نموذج ثلاثي الابعاد كامل متكامل، وكما ترون بالفيديو. This sort of vertiginous time-lapse impression. That's very, very different from an ordinary planar capture, of course, because all the, this is about 100 pictures that I shot in a different configuration. This time it's a walk, so I'm walking forward. This is a fairly long walk. And what I think is really quite wonderful about this is that not only have this set of 100 or so images turned into something continuous and three-dimensional, but when we think about our broader ambition to take these individual pieces of social media and start to stitch them together into something collective, and you can sort of see that in these three-dimensional reconstructions. This is a good part of the top of the castle in 3D from that particular walk. So I think I should stop here. بعد ما كملنا الفيديو التوضيحي عن هذا التطبيق، ممكن انه احنا اي متاح، طبعا هذه الاداة متاحة لاي شخص ممكن انه ينزله ويستخدمه، بس مجرد انه يبحث عليه على الفوتو ساينث، وبالتالي ممكن يسوي له داونلود معين، وعلى اساسه ممكن انه ينزله ويستخدمه بالطريقة اللي هو يريدها. هسه هنا احنا راح نرجع ان شاء الله والان راح ندخل بعملية مفهوم السيمينار وأساس عمله، بعد ما أخذنا نظرة عامة عن البرنامج وعن هذا التطبيق وكيفية عمله، وقلنا أنه هو هذا التطبيق نزلتها إحدى الجامعات البريطانية باسم مايكروسوفت فوتو ساينث، توقف العمل به بعد فترة معينة من زمن وعاود العمل به بقوة، لأن ظهرت فيه أهمية كبيرة إن شاء الله. طبعا هنا أنا راح نتحدث عن التوبيك اللي راح ناخذ في هذا السيمينار. عندنا راح ناخذ انترودكشن عامه، طبعا احنا راح ناخذ انترودكشن كلش هواي عن ال 3D ايمج، لان اخذناه احنا بالمحاضرات وكذا. احنا راح نتكلم عن مقدمه بسيطه جدا على ال 3D، عمل ال 3D، بعدها ندخل بالبرانسبل اللي موجوده عندي حول ال 3D، بعدها راح ناخذ المين ميثود يوزد فور 3D فيجن، ناخذ عدي 3D، عدي فد اوبجكت موديل، وبعدها راح ندخل على عمل التطبيق الفوتو ساينث
بعدها راح ناخذ الستيبس بروسيس فور فوتو ساينس تكنولوجيز وركس، بعدها السببليتيز اللي هي القدرات اللي ممكن يحققها، وعندنا كونكلوجن بالنهايه راح نطبق ان شاء الله بهذا، راح نستنتج او نشرح الاستنتاج من هذا التطبيق وكيفيه عمله وادارته وتنفيذه بالانفورميشن المعين. هنا انا راح ناخذ انترودكشن بصوره عامه. دي يقول هو ال 3 دي فيجن از ا بريميسنج نيو برانش ان ذا انفورمنت اندستري ذا انكومبرسس ابلكيشن فور سينما. يقول هو فرع جديد واعد في صناعه الترفيهيه يشمل تطبيقات السينما والتلفزيونز اند بلاي جيمز فيديو وغيرها من التطبيقات المستخدمه حاليا. وهنا دا يشرح عن بعض التطبيقات قلنا اللي موجودة. هنا اكو نقطة مهمة يقول لك some users experience discomfort when using stereoscopic devices on the during. يقول لك هم يشعرون يشعر بعض المستخدمين بعدم الراحة عند استخدام أجهزة مجسمة. ليش؟ يقول لك بعض المواقع اكو وهمية، اكو بعض المواقع المستنسخة والمكررة، فهم هنا ممكن انه تبرز الحاجة. وي جيف اني اوفر فيو توداي 3 دي تكنولوجي ان بينيفيتس اند دروباك از ويل از اوتو لوك انتو ذا بوسيبل فيتشرز اللي هي المزايا وبعض العيوب راح نطرحها ومدى الاستفادة من ال 3 دي فيجن والنظرة المستقبلية لها لهذه الميزة الجميلة. طبعا البرانسيبلز لل 3 دي they got the idea of capturing and presenting content of view in three dimensions is not new. يقول فكرة التقاط المحتوى وتقديمه للمشاهدين في أكثر من بعد أو في الأبعاد الثلاثة هي فكرة طبعا مو جديدة أولا. ثانيا انه هم اصلا في ذلك القرن في قرن ال 20 العشريني انه هم كانوا يستخدمون الكاميرات المجسمه. يعني هم اخذوا بالحقيقه هم ايش اخذوا قبل هذا الوقت؟ اخذوا انه الانسان يحتوي على عينين والمسافه اللي موجوده بيناتهم. هذا يعني جسدوا هذه الفكره بان قضية ال 3 دي اللي دي يشوف الإنسان بها، احنا ممكن إنه إحنا نشوف شكل طول بعرض بارتفاع، هذا يرجع سبب على إنه وجود عينين بدماغ يعني في رأس الإنسان. فأخذوا فكرة أيضا إنه هم ممكن إنه من بل يعني يبدون يصورون حتى يظهرون فد شكل 3 دي ممكن إنه هو يستخدم أكثر من كاميرا في نفس الوقت ويحطها يضعها في أكثر من اتجاه، بالتالي ممكن انه هو يمرر فد بروسيس معين انه يجمع التقاط الصور في نفس الوقت من كل الكاميرات، بالتالي راح يحصل على 3 دي ايمج. اوكي، فهي هاي هنا الفكره اللي كان يدور عليها حولها يدور حولها هذا العمل اللي موجود اصلا. احنا بحيث انه هم قالوا خلينا نستخدم هذه الفكره حتى نعمل على هذا التطبيق، انه شلون احنا نطلع فد 3 دي ايمج. فهنا دي يوضح لنا دي يقول لنا يابا احنا عندنا ممكن انه احنا يعني اكيد هي الصوره بها فد طول وعرض وفد ديبث معين عمق. فيقول لك ايضا من البوسيبل اللي موجود عندي بيكوز ايمج ار ديسباتش باراتا، انه يكون يقول الصور اللي ربما تكون هي متباينه. اوكي، يقول لك هذا التباين اللي موجود فيها لا تعتمد على قدره على ادراك الابعاد الثلاثيه على العينين فقط. شو يقول ممكن انه اني تسمح لي فد عده عوامل معينه حتى اسوي عمليه موديلنج للديباث الموجود عندي. فيعني التباين ايضا هنا راح يفيدني بعمليه الموديلنج اوف ديباث اللي موجود عندي، لان انا عندي اكثر من صوره وباشكال مختلفه وباحجام، فهيكليه ستراكشر للايمج ايضا ساعدتني او للشيب ايضا ساعدتني في انه اني احدد عمق الشكل اللي موجود عندي. يعني مثلا احنا هسه من نصور شكل مربع او يعني فراح ناخذه من زاويه واحده، مو مثل ما نصور شكل فد يعني متوازي الاضلاع او مثلث او معين او غيرها. ذاك الشكل ممكن انه احنا
يعني انا اقصد يعني مثلا هسه الاهرامات، من واحد يصور الاهرامات او يصور له فد يعني زاويه معينه، مو مثل ما يصور فد شيء يعني مستطيل او مربع. المستطيل او المربع ممكن انه هو راح ياخذه من زاويه واحده، اما الشكل الاهرامي او الشكل المعيني او شكل ذاته اشكال معينه، ممكن انه هو من يصور يعني الكاميرا في يعني نحكي على الكاميرا الواحده، ممكن انه هي تاخذ اكثر من ضلع او اكثر من زاويه، بالتالي ممكن هاني يصير عندي عمليه 3D. فقلنا ال 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 قلنا التنوع في الصور هو راح يحقق لي فائده كبيره بعمليه ال 3D image for vision. طبعا من ضمن المين ميثود لل 3D vision عندنا هنا ال 3D inspection اللي هي عمليه التفتيش راح تصير عندي، يا اما بعمليه المجر ايمنس اند ذير ريليشنز اللي هي عمليه قياس العنصر والريليشنز اللي بيناتهم، او reconstructions surfaces. فهنا راح تكون الطريقة الأولى هي أما أنه أنا أستخدم، ممكن أن أستخدم single camera specified blind، بالتالي راح تطلع عندي شنو، تطلع عندي فد 2D inspections، أو أستخدم multi camera يعني، أو أستخدم فشوف باوعني في هذه الحالة، في حالة المجر أنه أنا لو أستخدم single camera راح تطلع عندي 3D inspections، أو أستخدم multi. في حال انه انا استخدم مالتي راح تطلع عندي 3D inspections، وممكن انه انا في هذه الحاله انه انا احقق عمليه ال 3D، بس هنا لا، ممكن انا 2D اللي هي طول بعرض فقط. في هذه الحاله قلنا حاله ال reconstructions surfaces انه انا عندي ثلاث حالات، استخدم الحاله الاولى مالتي كاميرا، او استخدم سنجل كاميرا ويا المالتي ايمج، اوكي نفس كاميرا واحده بمالتي ايمج او اديشنال هاردوير، اوكي او 3D سنسرز، اوكي 3D سنسرز، استخدم سنسرات يعني خاصات ب يعني ثلاثي الابعاد، فيكون عندي اكثر من سنسر في نفس الوقت، او استخدم ممكن. فهنا في هذه الحالات الثلاثه الموجود عندي ممكن اني احصل على 3D inspections، بالتالي انا راح عندي الميثود الثانيه اللي هي 3D positions recognizations. طبعا هاي يمكن اكو سيمينار من الطلاب اللي ماخذينه، فعندي اما 3D objects اللي هي both from point، عندي shape based 3D match، عندي surfaces based 3D matching، او عندي البلانر اوبجكت بين اللي هي بيرسبكتيف فيو، بالتالي انه انا هي هاي الطريقه اللي ممكن اني بالاخير بالنهايه انه انا اشوفها انه هي تكون عندي سيركلز او ريكتانجل بوست، واسوي اناليسيس لها واحصل على 3D ايمج بميثود بعمل يعني مرتب. طبعا ممكن احنا ان يعني نحلل اكثر ال 3D اوبجكت اللي موجود عندنا، وكما في السلايد اللي بعده ممكن انه هنا يميز لي بشكل اكثر دقه عمليه الاوبجكت موديلز شلون تصير عندي. طبعا راح يبلش عندي من هنا ايش عندي؟ عندي شيت اوف لايكت، راح ينطيني فتشيت من طبعا احنا نعرف اللي بين الضوء له دور فعال جدا في عمليه تمييز الايمج اللي اخذها، فراح يسوي عمليه شت عندي مثلا، وعندي 3D سنسرز، عندي الحساسات ال 3D اللي موجود عندي مع ال DFF زيت ايمج اللي هي هاي تعتبر اللايت تعتبر الاكس، وسنسرز عندي الواي، وال DFF يعتبر عندي الزيت، بالتالي راح تتجمع عندي العمليه طبعا بعد ما تجي من البان لوكر ستيغرو دي بارتيم ايمج، راح ينطيني دي بارتي معين للايمج للاكس واي زد، وينتج عندي اكس واي زد تو اوبجكت موديل 3D. تجيني مع المالتي فيو ستيريو هم تمثل عندي هنا ال 3D ايمج موديل اكستندد انفورميشنز، راح تطلع عندي من هذا اللي جمعتهم بريبير اوبجكت موديل 3D، بعدها راح اسوي لها عمليه فهنا راح تظهر عندي 3D
object model 3D point and normal. في حالة النورمال إيش راح تطلع عندي؟ راح تطلع عندي surfaces based 3D matching اللي هي 3D post. بينما عندي في حالة الأخرى في حالة ال 3D object اللي ظهرت موديل 3D point and meshing راح تظهر عندي 3D primitive filtering. وعلى أساس راح أحصل على ال 3D object model with the primitive parameters. طبعا هذه الستيبس الثانيه هي ال 3D post recognition. بينما ذيك هاي اللي اشتغلناها كبدايه واللي اخذنا بها سنسرات ودي اف اف وشيت اوف لايت والفيو مالتي ستيريو بالتالي طلعنا من عندها البريبير اوبجكت موديل، هاي تدعى بال 3D reconstructions. فهنا صارت عمليه اعاده بناء، بالتالي طلع عندي ريكون ريكوجنايزيشنز في الستيب الثانيه. والان بعد ما اخذنا مقدمه عن الكمبيوتر 3D فيجن راح ناخذ احد تطبيقات الكمبيوتر فيجن واللي قلنا هو تطبيق فوتو ساينس ابلكيشنز لمايكروسوفت. طبعا احنا تحدثنا عن هذا التطبيق وقلنا احنا انه هذا التطبيق هو خدمه من مايكروسوفت لايف لايبلز اند ذا يونيفرسيتي اوف ويستن. شنو عمله هو انالايسز ديجيتال فوتوغراف اند جينيريت 3 دايمنشن موديلز اوف ذا فوتوز اند ابوينتس كولد اوف فوتوغراف اوبجكتس. فقلنا عمله الاساس pattern recognize components compressions porting of image to create point. طبعا احنا تحدثنا عن هذه ببداية هذا الفيديو. ممكن قلنا لليوزرز، ممكن لليوزر هو للمستخدمين are able to view and generate their own models using a software tools available to download of a photo science websites. اوكي ممكن ان هم يستخدمون، ممكن ان هم يسوون الموديلز اللي خاص بهم ويشتغلون وياخذون فد كتله من الايمجز حتى يهيئون ويشتغلون فد موديل للفوتو ساينس ويب سايتس. نجي للفوتو ساينس بعد ما خلصنا من يعني بدايه الابلكيشنز، بدايه يعني فوتو ساينس ابلكيشن. نجي للفوتو ساينس 3D موديلز. طبعا هنا هو يتحدث عن دراسه اللي يقول ان اركيتكولوجي كلوتر ستدي 3D موديلز هاز بيكوم ا فيري يوزفول بروسيس تو اوبتين اند يوزابيليتي داتا فور دوكيومنتس اند فيوزيلايزيشنز ناو دايز تو كونتين ريكويست تو اتشيف. يقول هو دراسة التراث الثقافي نموذج 3D يقول هي بيكوم أصبحت شنو؟ أصبحت عملية is useful process، عملية مفيدة. أوكي ليش؟ to obtain in this table للحصول على البيانات منين عنها يعني حصول على البيانات المن للدوكيومنت والفيزيليشنز للتوثيق وكذلك للتصوير. يقول لك ناودي في وقتنا الحاضر ده يحكي هو على الطلب المستمر. ده يقول صارت عملية طلب مستمر وعملية يعني اهتمام أكثر بهذا الموضوع ويعني حتى يعني ممكن يحصلون على البيانات أو معالجة البيانات. أوكي وده يسولف في هذا البيج عن المسح ثلاث الأبعاد، استخدام أدوات خدمة الويب ثلاثية الأبعاد منخفضة التكلفة، يعني حزم الباي هنا ندي سولف على الفوتو ساينس باكيج. أوكي يقول some test have been proper، أجريت بعض الاختبارات لتحليل الدقة الجيومتري الهندسية. أوكي فيعني مسولف هنا هواي و دي يسولف على تطبيقات تمت مقارنتها بمن باي لايسر سكانينج سيرفي. فيحكي على الأهمية مالتها وأهمية التراث القديم وإن شلون الحاجة الماسة لعملية الثري دي موديلز وإن الناس شلون اتطورت
بهذا العمل وقامت تسوي عملية بروسيس معين وقامت تستفاد بحزم كثيرة في هذا التطبيق وفي مجال الـ 3D موديلز اللي موجود عندي. نجي النوب إلى الفوتو ساينس بالبانوراما. طبعا بانوراما هي بالحقيقة خدمة عملها الأساسي إنه هي فد تخلق لنا فد أو تأخذ صور ثلاثية الأبعاد من على ارتفاع معين او من زاويه معينه، بحيث يعني عملها يكون انه هي راح تاخذ قلنا صور للاماكن او للكره الارضيه او لارتفاع معين وتخزنها عليما تخزنها على الاونلاين. اوكي، طبعا هاي الخدمه هي بالبدايه توقف العمل بها بس استأنفت بعد 2015 و the website to provide to exact same functionality at Microsoft in general the transactions to be surfaced in any efforts to keep user on broad disrespect as decisions to this contains the company's smartphone apples. طبعا ضافوها اعتبرت هي ابلز من الابلكيشنز للسمارت فون الموجود عندنا، ومثل ما قلنا هي باعوا اذا تباعوا عند الصوره وتشوفون انه هو ياخذ صوره من اتجاه ومن زاويه ومن ارتفاع معين ويحتفظ بها بشكل اونلاين او يعني تكون متوفره سبورت لليوزرز للتصفح بها او الوصول لها. واذا تشوفون انتم بالفيديو التوضيحي ببدايه السيمينار طلعت لكم انه هو على متن طائره وشلون هو يلتقط الصور بشكل مستمر وبالتالي راح يجمعها ويسويها وكانما يصير عمليه كتله من مزيج من الصور المترابطه والمتماسكه فيما بينها. تقدر انت تحركها سكرول للتوب للبوتن للنورث للسورث الى غيرها. بعد ما خلصنا البانوراما يمكننا راح ننتقل لما يسمى ب نجي للستيبس. عندنا طبعا تو ستيبس بروسيس للفوتو ساينس تكنولوجي وركس. عندنا تو ستيبس. الستيب الاولى دي يقول ذا فيرست ستيب انفولفز ذا اناليسيس اوف مالتي فوتوغرافيكس تيك اوف ذا سيم اريا. شوف ده يقصد انه هو ده يحلل صور متعدده مالتي فوتو المن لنفس the same area لنفس المنطقه، وبعدين each photograph is processed using any intercept point detections and matching algorithm. ورا ما ياخذ لنفس المنطقه راح يتم عمليه معالجه كل صوره باستخدام خوارزميه الكشف. اوكي، باستخدام خوارزميه الكشف عن نقاط الاهتمام والمطابقه اللي طورتها. طبعا هاي طورتها شركه مايكروسوفت ريسيرشز. اوكي، which is similar in functions of UBC scroll inverse features transfers. اوكي، طبعا هنا يقول لك فور اكزامبل، ذاكر لك هنا مثال على عليها وين فور اكزامبل هذا the corner of window frame or a door handle features in one photograph. اوكي، هذا المثال اللي ضاربه يقول لك مثلا من اخذ لمقبض الباب، يعني انا اخذ اكثر من اتجاه او اكثر من مكان لمقبض الباب واقارنها ويا صور معينه او صور اخرى، يقول لك راح يتم عمليه بهذا المايكروسوفت ريسيرش التحديث الجديد راح تتم عمليه مقارنه بين الصوره الواحده ومطابقتها مع الميزات الموجوده بالصور الاخرى. اوكي، وبهاي الحاله راح ممكن انا اقدر احدد صور لنفس المناطق من خلال تحليل موضع الميزات المتطابقه داخل كل صوره موجوده عندي هنا، من خلال تحليلها ومن خلال انه اني اقارن محتويات صوره مع محتويات صوره اخرى راح اشوف اكو تشابه معين بين الصور. بهاي الحاله ممكن اني اسوي تجميع، ممكن انه اني هاي الصوره اللي اخذها وين اضيفها؟ رحت اضيفها فوق ولا جوا ولا بالمكان الجانبي الايمن الايسر؟ من خلالها راح اعرف انه مثلا رحت اضرب لكم مثال من خارج السيمينار اللي موجود عندي.
من اخذ مثلا تجي لي صور لانسان معين يعني لشخص، فالصوره الاولى مقطوع يعني فقط راسه، الثانيه فقط يعني جهه البطن، الثالثه جهه الاقدام، الرابعه جهه اليدين. من اجي اريد اسوي تجميع لهاي الصوره اكيد راح يقارن الاشكال انه هاي وين راح تنضاف. اكو حتى العاب على سوق بلاي ممكن انه هو يرتب نص معين، تكست معين، او يرتب له فجسم معين، او يرتب له كذا حتى يوصل للسكسس فولز. اوكي، فهاي انه هي تحسب لي عمليه المقارنه وكل زاويه بالاضافه الى الموضع والزاويه اللي يتم فيها الالتقاط. اوكي، بهاي الحاله ممكن انه اني اقول انه هاي الستيبس مسؤوله عن الاير البوزيشن، مسؤوله عن البوزيشن باضافه الصوره في المكان الصحيح. نجي للستيب الستيب الاخرى، ذا سكندل ستيب انفولفز ذا ديسبلاي اون اوف اني نيجيتيشن. اوكي، ثرو 3D بوينت كلود اوف فيتشر ايدنتيفاي ان ذا فيرست ستيب. يقول لك هاي تشمل الخطوة على عرض النقطة ثلاثية الأبعاد والملاحقة من خلال شنو؟ من خلال الميزات المحددة في الستيب الأولى. احنا مو قلنا عرفنا شنو الميزات بالستيب الأولى وشرحنا شنو تفاصيلها؟ راح يجي هنا راح يكون هنا شو يقول؟ راح باستخدام الفوتو ساينث اللي موجود عندي فيور، فوتو ساينث فيور، ممكن اني اقوم على جهاز كمبيوتر عميل يحافظ على اتصال بخادم يقوم بتخزين الصور الاصليه الموجوده عندي، انها تمكين، انها تمكين عندي بما طبعا هاي الصوره اللي بالستيب الثاني اللي اخذناها من مزايا وخصائص الستيب الاولى، الستيب بروسيس الاولى اللي طبقت. فبالتالي طبعا بها اهداف واغراض كثيره، ومن ضمنها تستخدم خوارزمية او تقنية الديب زوم، بحيث انه يقدر البروسيس، واحنا طبعا مجربيها، انه يقدر عفوا اليوزر انه هو يتصفح بها بالاتجاه اللي يريده، ويقدر يسوي لها زوم، يعني يصغر يكبر. اوكي، كل هاي المزايا ممكن انه هاي استحوذ عليها، وتقنية من خلال استحواذها على سيو دراغون تتيح تقنية سيو دراغون التكبير والتصغير. اوكي، هنا اللي هي هاي انتو هاي ريزولوشن فوتوغراف وذاوت داونلود ذم تو يوزرز ماشين، بدون ما المستخدم انه هو ينزلها لجهاز المستخدم، بدون يعني هي تكون اونلاين، ممكن انه هو يتصفح بالشيء اللي يريده زوم كذا. هاي ما تحتاج فد برنامج معين او تحتاج فد شيء انه هو حتى ينزلها اليوزر ويستخدمها وكذا وكذا وكذا، كل هاي الامور ما تحتاج. والان ننتقل الى الكابابلتيز، التحديات اللي تجريها، راح نشوف شنو هي التحديات. طبعا ذا لارج، طبعا الكابابلتيز دي يقول ذا لا تيست جنريشن اوف فوتو Signs are easy to capture as photography take by any regular digital camera or mobile phone can be uploaded. طبعا هي فكرة الكابابلتيز او القدرات اللي يتمتع بها هذا التطبيق، يقول لك يمكن انه تقدر تتحمل صور الملتقطة مسبقا باي كاميرا رقمية او اي كاميرا موبايل فوتو ساينس، من السهل التقاط احدث جيل ثم تحميلها الى خدمة فليكر. هذا طبعا فليكر هو موقع او يعني تطبيق ممكن انه احنا يسمح لنا انه نحمل الصور عليه اونلاين. اوكي، وطبعا هاي الحالة حتى احيانا احنا ممكن انه طبعا بما انه هو يستخدم اونلاين، ممكن انه احنا نستخدم الصور هذا التطبيق بالصور بشكل لايف مباشر. نعم، ممكن انه احنا نستخدمه، ممكن انه احنا نحمل، ممكن انه احنا ندخل على مواقع ونتصفح بها الصور اللي موجودات عندنا. طبعا هنا اكو بعض فيو اللي هي public spaces and object from all sides، عندنا ال work all fly throat as kinds to see photo from any angle zoom in or out of photo.
اوكي، فهي ممكن انه انت اول وحده يمكن ان انت تتحلق ويا يعني خلينا نقول انه تقدر تشوف او تحلق او تشغل فد فوتو معين فروم من اي انجل من اي زاويه. الثانيه هي انه انت تقدر ممكن انه انت تكبر زوم او تصغر الفوتو الموجود عندك، اوكي، بنفس الوقت تقدر تكبر وتصغر. ثلاثه عندك سي وير بيكتشرز وور تيك ان ريليشن تو وان انذر، اللي هي اين التقطت الصوره فيما يتعلق ببعضها البعض، ان اوكي التقاط الصورة و يعني ال relation between ال images اللي موجودة عندي. smoothing change view angle between nearly photo smoothing zoom in out of high resolution photo find similar photos to one you are correctly viewing، اللي هي أثر على صور مشابهة للصورة اللي تعرض حاليا، اوكي راح تأثر على صور متشابهة للصور اللي تعرض حاليا. هي هاي من ضمن الكابابلتيز اللي طبعا حتى ما أطيل عليكم الفيديو راح مجرد أشرح هاي السلايد والبقية أبقيهن. دشوفون هاي الصورة ودشوفونها يعني هي قريبة للبانوراما اللي موجودة عندي. فيقول the new versions of photograph 3D take that clever computer vision algorithm، راح تاخذ الكلافا كمبيوتر فيجن الجوريثم وال ان ريدبل انترفيس سليكنس ان تو، ايش راح يسوي لها ان تو 3 دايمنشن وذ وهاي طول بعرض بارتفاع، اوكي، وبالتالي فوتو كان ناو تيك ا بانش اوف فوتو اند ترين ذيم ان فور ذا فرنس فيو at the span and the panorama and the walk and wall. Okay, the best way to demonstrate this for view into which the video or to play around with some of take embedded science below. فهنا دي يقول انه هو شلون ممكن انه ياخذ الصوره ويسوى عملية مجسمات للطول والأرض والارتفاع، تصير عملية 3 دايميشن، وممكن وكأنما الشخص من يشوف الصورة وكأنما هو بالواقع الحقيقي وليس الافتراضي. ممكن انه هو يعني شلون شخص واقف ضمن البيئة معينة ويلتفت يمينا وشمالا ويباوع انه الاشياء ممكن انه هو يسيطر ويشوفها بالضبط، اللي هو اللي راح يصير عندنا هنا من الصفح وصير عملية كونفيوشن في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. طبعا هنا ذني اذا تسمحوا لي ذني نفسي يعني ماكو اشكال، وهذا ذني الريفرنسز الموجات عندي مصادر تقريبا 4 مصادر، وان شاء الله راح اضيف بقيه المصادر كبي دي اف ويا ويا هذا الفيديو بالكلاس روم. شكرا جزيلا وشكرا لاستماعكم، وطولت عليكم والله يحفظكم ان شاء الله.